مجددا مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا اليوم أهم العلاجات والتجارب العلمية الحديثة في داء السكري، مع طبعا الدكتور مهند علاوي استشاري غدد صماء والسكري. في هذه الساعة نستقبل فيها كل اتصالاتكم، نقرأ أيضا رسائلكم واستفساراتكم عبر صفحتنا، صفحة الحوار على الفيسبوك. أهلا بكم، أهلا بك دكتور. الكثير ما يقال في داء السكري، والعالم تقريبا أصبح أو جزء منه أو الكثير منه يعاني من هذا الداء الذي أصبح يصيب الكبار والصغار. قضية التحكم، قضية الأدوية، قابلية هذه الأدوية. ذكرنا قبل الفاصل بعض النقاط الهامة، منها أيضا غير الطرق المثلى لمراقبة السكر، قابلية الجسم على تقبل هذا العلاج، وهناك علاجات عديدة مطروحة اليوم في السوق، والأطباء طبعا يصرفون الأدوية المختلفة على حسب حالة المريض السكري، كان النوع الأول أو النوع الثاني. ما هو تعليقك على هذا الأمر؟ نعم، بالنسبة للنوع الأول وبالأخص في بريطانيا هو مكلف أكثر من النوع الثاني، إلا إذا صار في اختلاطات في النوع الثاني، فاختلاطات في العين، في القلب مثل جلطة قلبية أو جلطة دماغية، أو اختلاطات في كليتين تؤدي لمشاكل في الكليتين. لأن يعني النوع الأول يحتاج إنسولين، والإنسولين يعني حقيقة مكلف. نعم. زي ما قلت لك إن النوع الأول يحتاج لإنسولين، ونوع الإنسولين يعطى في النوع الأول هو قصير المدى قبل الطعام، قبل أيوة. وجبات الطعام، وهو يؤخذ فقط قبل الأكل. يعني المريض لو قام بحذف وجبة ويقوم بحذف جرعة الإنسولين قصير المدى، لأنه يصير معه هبوط سكر لو ما أكل. وهناك الإنسولين طويل المدى الذي أخذ مرة أو مرتين في اليوم. نعم. الإنسولين طويل المدى يقوم بضبط السكر قبل الطعام، والإنسولين قصير المدى يقوم بضبط سكر الدم بعد الطعام. طيب دكتور، نقف عند بعد الطعام. نتذكر هذه الجملة. ناخذ اتصال مشارك من السويد، فاطمة. فاطمة أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا عملت هذا الشغل، إذا هذا تعذب هذا خاصة للجلوكوز السكر. يا ليت فاطمة، معليش اسمحي لي أطلب منك تعلي صوتك، صوت واطي شوية. أوكي، عملت هذا التحاليل تاع الدم، لأني كنت هكا، كنت حكمتني كشغل دوخة. كي رحت لهنا للطبيب عندنا قلت له عمل لي هذا تاع السكر تاع الجلوكوز، كي خرجت هذا النتيجة عندي لقيتها هذا اللي في الدم 6.4. عملتي تعمل 6.1 هذا في ال ام ام او ال في المليليتر ولا ما بعرف، هذا الريفيرونس كاتب لي هنا 4.0 حتى 7 6.0. طيب فاطمة، بس يمكن الدكتور راح لحظة. يا فاطمة، فاطمة انتظري الدكتور، إذا في أي سؤال بالنسبة للتحليل. سؤالي هو بالنسبة لتحليل السكر، هل كان هذا تحليل سكر يعني على الريق صيامي، ولا هو كان هو ال HbA1c؟ لا صيام، كنت صايمة، عملت لأني عملت بعض تحاليل أخرى، وقلت لها يا ريت تعمل لي تاع السكر كي هاكي هذا. مازال أنا ما تلقيتش طبيبتي، هذا قريته هذا عن طريق المايل تاعي، لكن أنا نقدر مثلا نشوف هذا النتيجة. أخت فاطمة، تحليل السكر طلع 6.4 ولا 6.1؟ لا، عندنا هذا التحليل السكر 6.1. انت هل عندك قصه عائليه، لو امك، لو اخوك، لو ابوك معهم؟ عندي ابوي جاه بال50، جاه هذا السكر، هذا 2، ما يشربش الدواء، فقط يعني الاكل. طيب اخت فاطمه، انت هل تعانين من مشكله في البدانه، يعني في زياده وزن الجسم؟ هل معك مشكله في؟ يعني انا حاسه روحي خنت على قبل، لكن انا حكمني السكر وانا حامل، هذا تاع الحمل. عفوا لحظة أخت فاطمة، أنت صار معك سكري حملي؟ نعم نعم، من مدة 18 سنة. نعم. بس ما عملتش أنسولين ولا، فقط تنظيم غذائي والأكل، يعني الأكل فقط. وبعدين بعد ما ولدت السكر راح، يعني راح، وقالت لي مادام عندك وراثة يعني الاقتصاد يروح بالسكر. وانا من هذاك الوقت مثلا القهوه بشربها بدون سكر اي حاجه، ما عدا في بعض الاحيان اني باكل مثلا حلويات، يعني مش يعني ديما،
لكن حاليا يعني صراحة قريتها، خاصة كي سمعت درك تكلمت مع شخص وقلت له هو هذا المعدل 5 هو النورمال، وأنا عندي 6.1، يعني معتبر عندي السكر ولا لا؟ ما بعرف. هذا يعني هو السؤال. مع الطبيبة نعم. في الشهر في بعد أسبوعين باش نقابلها وتقرأ. طيب أخت فاطمة، يعني نفهم أنه أنت حابة تعرفي 6.1 هل هذا يعني عندك سكر أو لا أم لا؟ لا يعني عادي ولا لا فقط. كيف ترى الدكتور؟ طبعا ببساطة 6.1 سكر دم صيامي لا يعني أنه معك داء سكري، ولكن يعني أنه هذه مرحلة ما قبل الداء السكري. لأنه سكر الدم الصيامي يجب أن يكون أقل من 5.6، فإذا كان ما بين 5.6 إلى 6.9 فنقول هذه مرحلة ما قبل الداء السكري pre-diabetes. نعم. النقطة بالنسبة لأخت فاطمة، صار مع سكري حملي من حوالي 18 سنة. نعم. معروف أنه النساء أخت ريما لو صار معهم سكري حملي 30 إلى 80% من النساء اللي صار معهم سكري حملي بعد 10 سنوات يصير معهم سكري حقيقي. فلذلك التغلب عليها بتخفيف الوزن والرياضة ومراقبة نوعية الطعام والحمية. تمام. الأمر الآخر بالنسبة لأخت فاطمة، حكت لي أنه أبوها وأمها معهم داء سكري. نعم. فإذا هناك عوامل وراثية. فبالنسبة للأخت فاطمة، أنا أنصح الآن في قضية تخفيف الوزن، في قضية عمل تمارين رياضية، والتمارين يجب أن تكون 30 دقيقة في اليوم. نعم. لمدة يعني 5 أيام في الأسبوع، تختار 5 من 7 كل يوم تعمل 30 دقيقة. والتمارين ما تكون تمارين خفيفة، لازم الإنسان لما يسوي تمارين رياضية يشعر أنه هو يتعرق، ممكن يصير معه ضيق نفس خفيف، لأن يعني التمارين الخفيفة لا تفيد كثيرا. الأمر الآخر إكثار نسبة الخضار في الطعام وتقليل كمية الكربوهيدرات والدهون في الأكل. تمام. يعني مراقبة الحمية بشكل جيد. نعم. وتخفيف الوزن، مراقبة أيضا خضاب السكر الدمي اللي هو الHbA1c في حالة الأخت فاطمة يعني كل سنة هي. نعم. لأنه هي ممكن يصير معها داء سكري فتراقبه. نعم. كل سنة مرة. مو كل 3 أشهر. لا، لأنه هي ما معها داء سكري. تمام. وأنصحها في حالتها، يعني لأنه يعني سكر الدم الصيامي 6.1 هذا لا ينفي أنه قد يكون معها داء سكري كمان. لماذا؟ لأنه يعني لما عملوا اختبار تحمل السكر يلي هو يأتي المريض صائم ويقيسون سكر الدم على الريق، ثم يعطوه مشروب سكري ويقيسون سكر الدم بعد ساعتين، فوجدوا أن المرضى اللي معهم داء سكري 3 فئات. الفئة الأولى سكر الدم الصيامي مرتفع وسكر الدم بعد ساعتين مرتفع. والفئة الثانية كان سكر الدم الصيامي مرتفع وسكر الدم بعد ساعتين أقل من 11.1. والفئة الثالثة وجدوا أن سكر دم الصيامي أقل من 7 ولكن بعد ساعتين كان مرتفع أكثر من 11.2. فهذه الفئات الثلاثة، ولذلك أنصح يعني الأخت فاطمة أنه تقوم ب يعني في حالتها طبعا، لأنه يدا عوامل خطورة، عامل خطورة أنه صار معه سكري حملي، أبوها معه داء سكري، عامل وراثي. فأنا نعم. أفضل أنه إما تقوم بعمل اختبار تحمل السكر. أيوة. أو يعني أن اختبار تحمل السكر قد يكون صعب عمله احيانا. لماذا؟ تقوم يعني لانه يحتاج الى ساعتين، يعني المريض ياتي على الريق ويشرب نقيس سكر الدم ثم نعطيه، احنا العاده نعطيه اليوكوزيد. نعم. بشكل طبيعي، او ممكن نعطيه اورين جوس ونقيس سكر الدم بعد ساعتين. الحاله الاخرى انه ممكن يعني ما نبتعد عن عمل اختبار تحمل السكر. نقوم بقياس التراكم الاتش بي اي 1 سي مع قياس الصيامي أو العشوائي، يعني عينة عشوائية. نعم. إذا كانت العينة العشوائية أكثر من 11.2 أو أكثر، وكان الـ HbA1c 6.5 أو أكثر، هذا داء سكري. أو كان الصيامي 7 أو أكثر مترافق مع الـ HbA1c اللي كان 6.5 أو أكثر. هذا حتى يعني نتجنب القيام باختبار تحمل السكر. تمام. إذا يعني ممكن نسميها أو تندرج تحت pre-diabetes. نعم. نعم. إذا هو لو الرقم يعني ليس عالي، ولكن كما ذكرت تحتاج إلى حمية قوية. الحمية وتمارين رياضية. نعم. وتقوم بتخفيف الوزن. ويعني تشوف أخصائي تغذية يكون مختص بالداء السكري، يراجع معها نوعية الأطعمة والأكل وكذا حتى ما يصير معها داء سكري، لأنه هي يبدو أنه عندها مورثات داء سكري. صحيح. أنه أبوها مع داء سكري، ونسبة الإصابة في الداء السكري في هذه الحالة 40%،
وهي أصلا صار ما عاد سكري حملي. كل الظروف يعني كل الظروف المحيطة محيطة بها. فإحنا نأمل نعم. الآن على الوقاية تمام. أو أقلها تأخير هجمة الداء السكري. بالضبط. دكتور في سؤال من مؤمن نصر، هل الغضب الشديد يسبب مرض السكري؟ الغضب المتكرر هو عامل مهم لإحداث الداء السكري. لماذا؟ معروف أن الغضب يؤدي إلى رفع هرمونات الشدة يسمونها ستريس هرمونز، يلي هي أربعة: أدرينالين، جلوكاجون يلي هو هرمون يرفع سكر الدم، وغروث هرمون هرمون النمو، والكورتيزول. فإذا الإنسان يغضب بشكل يعني بين فينة وأخرى طبعا، يعني كل يوم كل يومين مثلا، هذا يؤدي لارتفاع هرمونات الشدة. ارتفاع هرمونات الشدة المتكرر قد يؤدي لحدوث داء سكري. أيضا ذكرنا دور العامل الوراثي في داء السكري. أيضا مؤمن يسأل ما هو دوره، هل هو يعني دور رئيسي في الداء السكري النوع الأول؟ لو أنه يعني الأب أو الأم مصابين بالداء السكري النوع الأول، نسبة إصابة الابن أو البنت بالداء السكري النوع الأول ما بين 6-8%، يعني نسبة ليست عالية. بالداء السكري النوع الثاني لا، لو الأب أو الأم مصابين بالداء السكري فنسبة الإصابة بالداء السكري النوع الثاني 40%، لو الأب والأم اثنينهم مصابين بالداء السكري النوع الثاني فنسبة الإصابة ترتفع إلى 60%. 60% نعم، إذا كان الأب والأم مصابين في الداء السكري النوع الثاني. تمام. في سؤال حقيقة من أم حمزة على صفحتنا على الفيسبوك، الحوار على الفيسبوك، تقول فيها والدتها تعاني من السكر الدم المرتفع، تأخذ مرة ليلا جرعة 36 وحدة من نوفرايد، صحيح؟ نوفرابيد الدواء. نوفرابيد ولا ونوفرابيد؟ ونوفرابيد أو نوفرابيد. طيب مرتين بعد الأكل صباحا 20 وحدة، وبعد الغداء 24 وحدة، وتأخذ أقراص جانوميت تقريبا 50 مرة وحدة، ومع ذلك السكر مرتفع جدا. ففي آخر تحليل كانت صائمة كانت النتيجة 289، تعاني من التهاب أعصاب شديد، ماذا تأخذ؟ وبعد الإفطار أيضا وضعوا لها أو عملوا لها تحليل وكانت النتيجة 500. يعني واضح أن سكر الدم غير مضبوط عند الأم الفاضلة. نعم. أنا ما أناقش موضوع الجانوميت. الجانوميت هو عبارة عن مزيج من سيتاغليبتين وميتفورمين. لكن أنا أتساءل في هذه القضية، عندي سؤال. يعني السؤال الأول، أنا أول شيء أعمله أشوف أماكن حقن الإنسولين، لأنه الإنسولين لما تحقنينه يعمل تورمات، يعني تراكمات دهنية. هذه التورمات اسمها لايبو هايبرتروفي. لما يصير في تورمات ويرجع المريض يحقن الإنسولين بنفس المكان، يقل امتصاص الإنسولين. حتى لو أخذ جرعة عالية يقوم الجسم بامتصاص كمية بسيطة منها. لذلك يفضل في هذه الحالة لو المريض وجد أنه أماكن الحقن صار فيها تورمات يبتعد عنها ويتركها لمدة 2-3 شهور تشفى لحالها، يحقن في مكان آخر. مكان آخر طبعا. أماكن الحقن المتفق عليها في البطن وفي الفخذين وفي الذراعين وربما في المؤخرة. هذه الأماكن اللي متفق عليها. في قضية عند الأم الفاضلة، هناك ارتفاع سكر الدم قبل الأكل وارتفاع سكر الدم بعد الأكل. نعم. يعني ببساطة نحن نحتاج لتعديل جرعة الإنسولين ما قبل الأكل وما بعد الأكل. كيف؟ أنا أظن أنه إذا لم أكن مخطئ أنه الأم الفاضلة عندها مشكلة في زيادة الوزن، لم أكن مخطئ. لماذا؟ لأنه هؤلاء الناس يكون معاهم إنسولين ريزيستنس، يعني مقاومة لعمل الإنسولين. نعم. هذه المقاومة تتطلب أن المرض يحتاج جرعة عالية من الإنسولين. فإذا كان سكر الدم مرتفع قبل يعني 289 في الإفطار، فأنا بعتقد أنه هي تأخذ إنسولين طويل المدى في الليل. فأنا راح أفضل أنه يرفعون جرعة الإنسولين طويل المدى في الليل مباشرة بنسبة 15%. يعني لنفترض أنه المريض كان يأخذ 50 وحدة، فلما أرفعها بنسبة 10%، إذن أنا أضيف أخليها 55. نعم. إذا رفعتها بنسبة 15%، إذن أنا أرفع الجرعة إلى 58 وحدة. سكر الدم أيضا عندها مرتفع بعد الأكل، يعني يصل حوالي 500. نعم. وبالتالي أنا أفضل رفع جرعة الإنسولين بعد الطعام. هي تأخذ 20 و24 و20.
يعني 20 قبل الإفطار و24 قبل الغداء و20 قبل ال... و20 الوحدة الأولى 36 تأخذ مرة ليلا 36 نعم وحدة. هل هو بطيء ولا طويل؟ لم تذكر ولكن هي ذكرت اسم العلاج وكتبت وونوفرابيد أو وونوفرايد. هل سمعت به؟ النوفرابيد هو بطيء الامتصاص. نعم نعم ولكن طويل الامتصاص في عندنا ليفيمير في عندنا داتامير وهي مرتين بعد الأكل هذا ما ذكرته. نعم بالنسبة لي الإنسولين القصير المدى يفضل أخذه قبل الأكل، طبعا ليس قبل الأكل بفترة طويلة ويأخذ قبل الأكل مباشرة أو قبل الأكل بخمس دقائق كحد أقصى. نعم. 10 إلى 15 دقيقة لو أنه أخذ قبل الأكل بفترة طويلة يسبب هبوط في سكر الدم. أنا أفضل أنه الإنسولين قصير المدى اللي هو النوفو رابيد ترفع الجرعة تبعه، ما دام أنه سكر الدم بعد الأكل يصل 500 أنا أفضل رفع جرعة النوفو رابيد بنسبة 20%. تمام. يعني إذا هي تأخذ 20 وحدة من الإنسولين قبل الإفطار أنا أخليها مباشرة 24 وحدة وأنتظر حوالي فترة ما بين 3 إلى 7 أيام وأقيس سكر الدم بعد الطعام، فإذا بقى سكر الدم بعد الطعام مرتفع أرجع أزيد الجرعة بنسبة 10%، يعني أربعة يعني أول شيء نزيد 20%، ثاني مرة 10%، يعني من 24 أخليها 27. طيب دكتور هي كتبت هنا يعني نوفرابيد مرتين بعد الأكل صباحا 40 عفوا 20 وحدة وبعد الغداء 24 وحدة وتأخذ أقراص جانوميت. نعم. اللي هي 50 وحدة أو مرة ومع ذلك السكر مرتفع. يعني هي ما أدري هل هي تأخذ إنسولين طويل المدى ولا لا، هي تحتاج لإنسولين طويل المدى. وهذا الإنسولين طويل المدى إما يكون هل يضاف يعني أقصد مع هذه الأدوية أدوية أخرى أما هي ترفع من نسبة الجرعات أو الوحدات؟ إذا هي لم تكن تأخذ إنسولين طويل المدى فتحتاج إنسولين طويل المدى لأن سكر الدم الصيامي مرتفع. النوفو رابيد أو الإنسولين قصير المدى هو يعالج سكر الدم بعد الأكل أما لا يعالج السكر الدم الصيامي لأنه هو إنسولين قصير المدى يعني فترة عمله هي 4 ساعات أو 5 فقط يعني بعد 5 ساعات تجدين تأثيره. تمام. يعني يصبح نسبته في الجسم حوالي 10% فقط يعني وبالتالي تأثيره ضعيف جدا فهي تحتاج إنسولين طويل المدى إما يكون ليفيمير أو لانتوس أو جلارجين أو ممكن تستخدم الحديث جدا يلي هو اسمه تريسيبيا أو أيوة. اسمه ديجلوديك. تمام هذا موجود ممكن موجود نعم متوفر ويؤخذ الليفيمير يؤخذ بالنسبة لها كون هي معها داء سكري على الأغلب هو نوع ثاني فأنا أفضل أن تأخذ ليفيمير مرة واحدة. تمام. ليلا ممكن تأخذ لانتوس أو جلارجين مرة واحدة أو تأخذ الديجلوديك أيوة يلي هو يعتبر وفترة عمله طويلة جدا تصل حتى 32 ساعة ويضبط سكر الدم ولا يؤدي يعني هبوط أي عوامل بسكر الدم لا. قياسا بالإنسولينات الأخرى. تمام أتمنى يا أم حمزة يعني ردينا على طبعا وبالتالي هي لابد أن تعود إلى طبيبها الخاص ويجب مراجعة طبيب الغدد الصم والداء السكري حتى يقوم مراجعة الأدوية ويعني تتم عملية أيضا مراقبة نراقب سكر الدم قبل الأكل وبعد الأكل ثم نقوم بتعديل جرعة الإنسولين قصير المدى. تمام. ونضيف إنسولين طويل المدى إن لم يكن مضاف سابقا إذا كان مضاف نقوم برفع نسبة الإنسولين طويل المدى بنسبة يعني ما بين 10 إلى 20%. طيب سليمان العبيات أيضا كتب لنا يقول أعاني من مرض السكري شفى الله الجميع النوع الأول يأخذ جرعتين أنسولين 20 مع 3 حبات كولوفاج 850 ويشعر أحيانا بهبوط السكري بهذا المعنى أتمنى أن يكون صحيح هبوط بالسكري. هو يأخذ الإنسولين مرتين أو 3؟ هو لديه النوع الأول من السكر. نعم. يأخذ جرعتين أنسولين 20 مع 3 حبات كولوفاج 850 يشعر بهبوط السكري. وارد الإنسولين يحدث هبوط سكر الدم بنسبة 20% من الحالات أو 20% من المرضى. واضح أنه الأخ سليمان يأخذ الإنسولين مرتين في اليوم ويأخذ معه جلوكوفاج أو ما يسمى الميتفورمين. أنا أنصح أنه يستمر في الميتفورمين. أيوة. لكن بالنسبة للإنسولين إذا كان يأخذ الإنسولين مرتين في اليوم فما هو نوع الإنسولين؟ هل هو قصير المدى أو متوسط المدى
أو طويل المدى أو إنسولين مختلط. لم يذكر هذا الكلام. يعني بالنسبة لداء السكر النوع الأول لو أريدنا نضبطه فنفضل أنه نعطي الإنسولين نعطي إنسولين قصير المدى قبل كل وجبة طعام وإنسولين طويل المدى مرة أو مرتين في اليوم. لأنه النوع الأول من الداء السكري لما نعطي إنسولين مختلط أو إنسولين متوسط المدى مرتين في اليوم فالفائدة تبعها تصبح طبعا أقل قياسا من لما نعطي إحنا قصير المدى وطويل المدى بأوقات مختلفة من اليوم. أصلا إعطاء الإنسولين قصير المدى وطويل المدى ومقارنتها مع مضخة الإنسولين وفي الدراسات الحديثة أثبتت أن النتيجة متشابهة. تمام. طيب نأخذ اتصال الدكتور من ألمانيا. محمد أهلا وسهلا بك، تفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سكري مال تيب 2 النوع الثاني. النوع الثاني نعم. تمام. وناخذ إنسولين ومالوك 3 مرات في اليوم، والليفيمير هي طويلة المدى مرة في الليل. ما هو نوع إنسولين طويل المدى وكم الجرعة اللي تأخذها أخي؟ نأخذ طويلة المدى نأخذ 20. نعم، ما هو اسم إنسولين طويل المدى؟ ليفيمير. ليفيمير. نعم. نعم نعم، اختيار جيد وموفق. الهيومالوج هو قصير المدى يأخذ قبل الطعام. هل لكن ونأخذ ميتفورمين. نعم. ميتفورمين في الصباح وفي المساء، ولكن السكر دائم طالع. الهاي بي آيس مثلا عندي 7.8. هل 7.8 هل هو التراكمي ولا سكر الدم اللي تقيسه في الصباح؟ لا لا، تراكمي كل 3 أشهر ندير. ولا يعني 7.8 ليس سيء، لكن يعني احنا نفضله يكون 7.5 او اقل. انت معك داء سكري نوع اول ام ثاني؟ لا ثاني. عندي ثاني. ثاني. نعم. يعني يفضل كونك تاخذ انسولين انه يكون السكر الدم التراكمي اقل من 7.5 فما اقل، لكن 7.8 ليس سيء طبعا، لانه ايضا ضبط يعني لو رفعنا جرعه الانسولين ممكن يصير معك هبوط في سكر الدم. هل انت تقيس سكر الدم في البيت اخي ولا ما تقيسه؟ نعم نعم، كل يوم عندي نقيس 4 مرات. كم سكر دم لما تقيسه اخي؟ يعني 180. 180 هذا قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ لا قبل الاكل. قبل الاكل ولا احيانا فقط؟ يعني بين 140 180، بعض الاحيان يلحق حتى 220. نعم نعم. طيب انت تقيسه مره واحده في اليوم فقط يعني؟ لا 4 مرات. يعني طيب في الصباح قبل الفطور، قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، وبعد في الليل كي نبغى النوم. طيب كم يكون سكر الدم قبل الغداء، قبل العشاء وفي الليل؟ قبل العشاء يعني 160 180، يعني على حساب عندما مثلا نمشي ولا نتاخر في الاكل يكون اقل، 120 140 تقريبا. نعم، وكم سكر الدم يكون في الليل اخي؟ في الليل فعلا 130 140. طيب اخي الفاضل، انت الليفيمير تاخذه مره ولا مرتين في اليوم ومتى تاخذه؟ الليفيمير ناخذ قبل النوم 9 في الليل. بالليل تاخذه؟ نعم. نعم. هو في قضية معينة، يعني أنت حكيت لي أن سكر الدم يكون يعني قبل الإفطار يكون مرتفع، صحيح هذا الكلام حوالي 180؟ نعم نعم. يعني في شيء لفت نظري وهو أن سكر الدم عندك أنت في الليل حوالي 120 وسكر الدم في الصباح حوالي 180. هو العادة نعم. أنه مفروض الفرق ما بين سكر الدم في الليل وقبل الإفطار ما يكون الفرق أكثر من 10 إلى 20%. أنا أخشى أنه عم بيصير معك نوب من هبوط سكر الدم في منتصف الليل، يعني حوالي الساعة 2 أو 3 أو 4 الفجر. فأنا أنصح أولاً بقياس سكر الدم الساعة 2 أو 3 أو 4، ليس دائماً وإنما أيام معينة. لو كان في معك هبوط سكر الدم في هذه الأوقات فيفضل تخفيف جرعة
لضمير. إذا ما كان في عندك هبوط في منتصف الليل فالحل هو أن نقوم برفع جرعة الليفيمير. وأيضا أنا أطلب منك أخي الفاضل أنك تقيس سكر الدم بعد ساعتين من الأكل، لأنه قياس سكر الدم الصيامي يفيدني بمعرفة أنه هل المريض يأخذ ليفيمير جرعة كافية أم لا. وبالنسبة للإنسولين قصير المدى اللي هو هيومالوج اللي تأخذه أنت، لازم نقيس سكر الدم ساعتين بعد الأكل حتى نعرف أنه المريض يأخذ الجرعة المناسبة. سكر الدم بعد الأكل بساعتين يجب أن يكون أقل من 180، وسكر الدم قبل الإفطار يجب أن يكون بالمنطقي أقل من 130. إذا كانت الأرقام بهذا الشكل جيد. الفرق ما بين سكر الدم في الليل وسكر الدم قبل الإفطار يجب أن يكون الفرق أكثر من 10 لـ20%. يعني مثلا لو كان سكر الدم عندك في الليل 100 وفي قبل الإفطار 200 فهذا في شيء غلط في الموضوع حتما. طيب واضح محمد؟ طيب احنا واضح اكيد بالنسبه له. شكرا لك دكتور على هالتوضيح. ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود للفاصل الاخير، ابقوا معنا. حلقة خاصة من برنامج مراجعات مع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق الدكتور عمرو دراج للرد على أسئلتكم وتعليقاتكم على الهواء مباشرة. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم وتعليقاتكم عبر منصات الحوار للتواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أثناء الحلقة. تأتيكم السبت 17 من شهر آذار مارس الجاري ابتداء من الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت القاهرة. تتابعون في لكل زمان ومكان لهذا الأسبوع حلقة تحت عنوان الشيخ محمد الغزالي في ذكراه، الفكر والمنهج، كيف كان الغزالي سابقا لعصره وهل أعطيناه مكانته؟ في حوار مع الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فضيلة الشيخ حسين حلاوة. لكل زمان ومكان يأتيكم في الأوقات التالية. هل ستؤثر إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على العلاقات بين واشنطن وطهران؟ وما هو مستقبل الاتفاق النووي بعد هذه الإقالة؟ العلاقات الإيرانية الأمريكية وتداعيات إقالة تيلرسون موضوع حلقة هذا الأسبوع من الحدث الإيراني. الحدث الإيراني يعاد بثه في الأوقات التالية. أحييكم مرة أخرى دكتور. طبعا من خلال رسائلنا عبر صفحتنا على الحوار على الفيسبوك عادت إلينا أم حمزة التي كانت تتحدث عن والدتها والارتفاع الشديد في السكر مع أخذها لكل هذه الأدوية اللي ذكرتها. تقول أنها هي تأخذ دواء اسمه لانتوس، تأخذ منه 36 وحدة فقط للتوضيح. أنا أفضل كون سكر الدم الصيامي كان حوالي 289 تقوم برفع الجرعة لللانتوس من 36 لـ40 ثم تنتظر ما بين يعني حوالي 3 أيام إلى 7 أيام. إذا بقى سكر الدم قبل الإفطار مرتفع نقوم برفعها من 40 إلى 44 ثم ننتظر من 3 إلى 7 أيام. إذا بقي مرتفع نقوم برفعها من 44 إلى 48. يعني إحنا كل مرة نرفع جرعة الإنسولين طويل المدى بـ10 وحدات. تمام. بالنسبة لسكر الدم حسب ما ذكرت أم حمزة أن سكر الدم مرتفع بعد الطعام، يصل حوالي 500،
أيضا نبدأ بعملية رفع النوفرابيد في كل مرة نرفع الجرعة ب10%، يعني تأخذ 20 نخلي ربما كون السكر الدم يصل 500 بعد الطعام، فأنا أفضل أنه نرفعها 24. لكن إذا إحنا قمنا رفعنا يعني جرعة اللانتوس بقوة والنوفرابيد بقوة، قد يصير معها نوب من هبوط سكر الدم والزائف، يعني نعم. مريض كان سكر دم عنده 500، نعم. لما تخفضي إلى 150 ما هو منخفض السكر، صحيح. لكن هذا يسمونه هبوط سكر زائف، إنه الجسم تعود على ارتفاع سكر الدم، فلما ينخفض إلى 150 يصير مع أعراض نقص السكر. فإذا نرفع النوفرابيد إلى 22 من 20 22 ويتأخذ في جرعة 24 نخليها 26، نعم. ثم ننتظر ما بين يعني 3 أيام إلى 7 أيام ونقيس سكر الدم ساعتين تماما بعد الأكل، ونحرص على القيام بتخفيض سكر الدم بشكل تدريجي. تمام. طيب أيضا سؤال منجي، كما يقول المريض بدأ السكر يستعمل دواء كليكزايد 60 ميلي جرام، جرعة واحدة في الصباح، وما زال أعتقد التخزين أو التراكمي لديه مرتفع 9.4. ما هي نصيحة الدكتور مع العلم أن العائلة من الأب والأخوة يعانون من نفس الداء، شفاهم الله؟ الله يشافي إن شاء الله. السؤال الآن إن هو يأخذ جليكلازايد أو دايميكرون، نعم. بس هذا هو ذكر. يعني هو لما يعني دايميكرون ما هو ليس علاج خطأ، ولكن لماذا بدأ في الدايميكرون؟ يعني الدايميكرون لا أبدأ به كخط أول، الخط الأول هو ميتفورمين، لأنه الدايميكرون نعتبره خط ثاني قد يؤدي لهبوط سكر الدم وقد يؤدي أيضا لزيادة في الوزن، فالميتفورمين هي الكليكزايد. الجليكلازايد اللي هو الدايميكرون، يعني الدايميكرون، نعم. هو عباره عن جليكلازايد بطيء الامتصاص، تمام. فلماذا بدا في الدايميكرون او الجليكلازايد؟ انا افضل دائما في بالميتفورمين، الا اذا مثلا هو صار مع اعراض جانبيه من الميتفورمين، نعم. مثل يعني الغثيان، مثل الاقياء، مثل الاسهال، مثل الالام البطنيه. وحتى لو صار هذا الشيء ممكن نتغلب عليها باعطاء الميتفورمين بطيء الامتصاص اللي هو اعراضه الهضميه اخف، نعم. صحيح. 9.5 التراكمي عالي، أنا أنصح في تخفيض الوزن، أنصح بمراجعة أخصائي التغذية، لأنه التغذية الجيدة تخفض التراكمي من 1 إلى 2، نعم. بحد ذاتها، عمل التمارين، مراجعة الوجبات بشكل جيد، أنا أنصح إضافة الميتفورمين في هذه الحالة، نعم. والعودة وعمل خضاب السكر الدم أو السكر التراكمي بعد 3 إلى 6 أشهر، نتأمل أنه ينخفض إلى 7 بعد كل هذه الأشياء. تمام. الميتفورمين ممكن ياخذوا مرتين في اليوم، تنصح ام لا ادري كم الجرعه ممكن؟ الميتفورمين في نوعين، هو النوع العادي وفي نوع بطيء الامتصاص. أيوه. النوع العادي يؤخذ مع كل وجبه طعام، يعني لما ياكل الانسان ياخذه، نعم. والجرعه هي القصوى هي 3000 ميلي جرام في اليوم، احنا العاده نبدا في حوالي 500 مرة أو مرتين في اليوم، ثم نقوم بزيادة الجرعة بشكل تدريجي حتى 2000. لسبب أنه لو بدأت بجرعة عالية قد تعمل أعراض هضمية عند، صحيح. المريض، نعم. هناك الميتفورمين بطيء الامتصاص، بطيء الامتصاص الجرعة القصوى هي عبارة عن 2000 ميلي جرام. بطيء الامتصاص قد يعطى مرة في اليوم وقد يعطى مرتين، أنا أفضل إعطاؤه يعني مرتين، لأنه كل ما خفضت الجرعة كل ما خف يعني عند الإعطاء الواحد، نعم. تخف الأعراض الهضمية، تمام. طيب ناخذ ابو نور من بلجيكا، ناخذ اتصاله. ابو نور تفضل. ابو نور اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضل. والله السؤال شخصي للدكتور. نعم، يعني بما يخص حلقتنا لهذا اليوم الموضوع. لا حبيت بس اساله، هل اقول له دكتور انت من الموصل مصلاوي؟ يسأل عن هل أنت من الموصل؟ ممكن يجاوبني طيب. على هذا السؤال؟ طيب إحنا راح نجاوبك، لكن يعني إحنا لأننا لابد أن نجيب على أسئلة الذين يعني يسألون فيما يخص الحلقة. نعتذر لك أبو نور. نأخذ استفسار أو سؤال من حافظ. هل زيادة الدهون الثلاثية في الجسم تؤثر على مستوى السكري وتؤدي إلى عدم استقراره دكتور؟ ببساطة، ارتفاع الشحوم الثلاثية يترافق مع الميتابوليك سيندروم أو نعم. المتلازمة الاستقلابية، نعم. فالمريض يكون مع نوع سكري نوع سكري داء ثاني غير منضبط ترتفع الشحوم الثلاثية،
أنا عملت 3 أو 4 أوديت في بريطانيا حول شحوم الدم في الداء السكري. لما نقوم بعملية ضبط للداء السكري يتم انخفاض شحوم الدم الثلاثية بشكل جيد، لكن هناك قضية ننتبه عليها، أنه يجب أن المريض يضبط السكر، يجب أن يأخذ الأدوية المناسبة لضبط الشحوم الثلاثية. إذن تترافق ارتفاع الشحوم الثلاثية مع الداء السكري النوع الثاني، وبالذات مع ما يسمى ميتابوليك سيندروم أو المتلازمة الاستقلابية. تمام. الفرق حافظ، قبل حافظ جلاسي وياك بارك الله فيك، شكرا لك، يعني تشيد بالحلقة. حافظ يقول إيش الفرق بين النوع الأول والثاني، كيف نحدده؟ النوع الأول من الداء السكري يعني هو يصير فيه عجز تام لإفراز الإنسولين، يعني البنكرياس لا تفرز إنسولين. نعم. وهذا العجز قد يحصل خلال أسابيع أو شهور، وقد يحصل خلال سنوات. نعم. في نوع اسمه لادا يلي هو يتم العجز في إفراز الإنسولين يستمر حوالي سنوات. نعم. وبالتالي المريض يحتاج إلى إنسولين. النوع الثاني هناك يعني مخزون من الإنسولين في الجسم، ولكن ربما أقل مما يحتاجه الجسم، أو ربما يكون هناك مقاومة لعمل الإنسولين. وإذا لماذا في هذه الحالة أحيانا يعطى الإنسولين للنوع الثاني مع طبعا أخذه للميتفورمين والأدوية الأخرى؟ ببساطة أخت ريما، النوع الثاني من الإنسولين أثناء التشخيص يكون المريض قد فقد 50% من إنسولين الجسم أثناء التشخيص. نعم. ثم يفقد من 50% البقت 5% كل سنة. إذن هو بعد 10 سنوات قد يكون فقد معظم إنسولين الجسم. إحنا في 10 سنوات الأولى نحاول نركز على التغذية وعلى إعطاء حبوب، وهذه الأدوية طبعاً لها تأثيرات يعني تأثيرات معينة حتى تقوم بتخفيض سكر الدم. بعد 10 سنوات تصبح هذه الحبوب مفعولها أقل من المطلوب، وبالتالي المريض يحتاج الإنسولين. بعد 10 سنوات ليس كل، لكن كثير من مرضى السكر النوع الثاني يحتاجون إلى الإنسولين، فبعضهم نعطيهم الإنسولين مع الأدوية، وبعضهم نوقف الأدوية ونستمر في الإنسولين. لكن معظمهم نخليهم أقله على الميتفورمين، لأن الميتفورمين مفيد جدا في الداء السكري النوع الثاني. تمام. قبل ما ننهي راح نتكلم عن الميتفورمين، ولكن عبد الرقيب يقول عندي سكر تراكمي 12.5 ويبدو أنه يأخذ جليم 3 ومع منظم قوة 1000. يعني جليم هو يقصد الجليميبيرايد إن لم أكن مخطئ، وهو مع منظم قوة 1000، ولكن التراكم لديه 12.5. 12.5 عالي جدا، يعني لما يأتيني مريض ويكون التراكم 12.5 فأنا راح أسأل السؤال التالي، المريض قد يحتاج إنسولين ببساطة. فأنا أنصح الأخ الفاضل أنه يراجع طبيب الغدد الصم والداء السكري، قد يحتاج لإنسولين، لأنه ببساطة الأدوية اللي تعطينها للمريض يعني من الحبوب والكذا وإلى آخره ما راح تخفض سكر الدم التراكمي من 12 إلى 6.5. صحيح. هذا شبه مستحيل هذا الكلام. نعم. لذلك ربما يحتاج إنسولين، أنا ما أقول هو حتما يحتاج، لكن لو هو عنده زيادة في الوزن تخفيض الوزن يقوم بعملية ضبط الداء السكري والتمارين، وممكن إحنا ننجو باستخدام يعني الحبوب في هالحالة، لأنه إذا هو مع بدانة مرضية نعم. فربما تخفيض البدانة وإرجاع الوزن بشكل طبيعي قد يتغلب على الداء السكري ولا يحتاج المريض لإنسولين. تمام. جزاك الله خير أخ حافظ، شكرا لك. سؤال يعني محمود، نسمع عن كثير الآن على السوشيال ميديا أنه خذوا القرفة، اشربوا بالماء الحلبة وأوراق شجر الزيتون، والأخ محمود رشاد يقول ما رأي حضرتك في مشروب منقوع البامية، وهذه أيضا شاهدناها يخفض السكر أو لا؟ يعني اقتراحات عديدة، يعني حتى أجاوب الأخ. نعم. جوابي يكون كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام لما قال ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنت تتكلم عن حقل هو ليس من اختصاصي. نعم. هذا حقل الأعشاب وكذا، وأنا أحترمه حقيقة، ولكن نعم. تجاربنا السريرية نعم. الطب الغربي أخي الفاضل كله يركز على المركبات الكيميائية ولا يدخل في موضوع الأعشاب وما إلى ذلك، أمر يستحق الدراسة، وبدأ نعم. في السنوات الأخيرة التركيز على هذا الموضوع، لكن حسب معلوماتي أن القرفة تقوم بتخفيض سكر الدم نعم.
ونصيحتي في هذا الموضوع ما لا ضير من استخدام هذه الأشياء. لا تضر. هي لا تضر. ما تضر. ولكن أتمنى في السنين القادمة تكون في تجارب طبية واكتشافات حول هذه المركبات. موجود الطب البديل دائما يعني يحاول. نعم. معلوماتنا خفيفة في هذا. نعم. الموضوع للأسف. طيب محمد مهدي اعتذر لأنه كتبت السؤال باللغة الفرنسية للأسف. دكتور تعرف الفرنسية؟ للأسف ما أعرف اللغة الفرنسية. يا ليتنا نعرف الفرنسية، لكن هو يبدو أن لديه النوع الثاني من السكر، هذا اللي فهمت، تايب 2. لا أستطيع أن أقرأ. نأخذ عبد الكريم من لندن. عبد الكريم تفضل. عبد الكريم اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اختي الكريمه احب اسال الدكتور، حضرتك الدكتور نسمعك تفضل. انا عندي سكر يعني بس من زمان من 40 سنه ومسيطر عليه واخذ ادويه يعني اخذ متفورمين واخذ جلسايد واخذ يعني 4-5 أدوية. ما شاء الله عليك. طيب سؤالك. الله يخليك. أنا مؤخرا عندي ورم بالأقدام، يعني أخبرت يعني أنه هذا مي بالأقدام يعني، فأخذت يعني ينطوني دواء عليه ولكن مرات يرتفع يعني هذا الورم ومرات يعني ينخفض، فهل إلى علاقة بالسكر هذا ولا؟ أنا عندي أيضا قلب شوية مشاكل بس الحمد لله يعني بصحتي العامة تمام، بس هذا الورم مرات يعني صار عندي مرات ينخفض. طيب سؤال محدد سيد عبد الكريم، هل له علاقة بالسكر هذا الورم في القدمين؟ علاقة السكر بماذا؟ علاقة السكر بالقدم. بالقدم أنا بالورم القدم، ورم القدم. أورام. أنت يعني عندك أورام بالقدم؟ إيه صار عندي أورام بالقدم. هل شخص عند الطبيب؟ والله مشخص عند الطبيب وينطيني عليه نطوني عليه دواء يعني على اساس انه بمي وكذا مياه في القدم. طيب أيه. طيب اخي عبد الكريم انت هل تاخذ دواء اسمه بايوغليتازون؟ اخذ جلسايد. وغير الجلسايد؟ نعم. وغيره؟ غيره اكو فشي اخذه للقدم كان يعني 20 something يعني لحظة واحدة ما أقدر أشوف هالاسم. نعم دقيقة واحدة بس. هذا نعم هو هذا عندي يعني. لماذا سألت الدكتور هذا الدواء؟ هل البايوغليتازون يؤدي لتورمات في القدمين؟ نعم يؤدي لأورام في القدمين تورمات. نعم هذا مرة كان نطوني 40 وبعدين خفضوا إلى 20 اللي هو يعني. هل هو فيروزيمايد أو فروزيمايد؟ وأخذ وارفين أيضا بس هو اسمه أخ عبد الكريم. هل هو العلاج السكري أم لعلاج القدم؟ لا التورمات في القدم. هو اسمه فورمازايد. فورمازايد. فورمازايد 20 ملي جرامز. يعني هو على الأغلب مدير بولي. الله أعلم. نعم. أخي هل أنت عندك مشكلة في القلب أو صار معك مثلا قصور في القلب أو جلطة في القلب سابقا؟ نعم كان معايا يعني بابتيشن وأخذ فورمن something like that للبابتيشن. أيوة. نعم نعم. أيوة. طيب. بس هذا الفورمسايد. نعم. واضح أخ سيد عبد الكريم الله يشافيك. واضح الآن راح نسمع النصيحة دكتور، نصيحتك له بالنسبة للتورمات في يعني هو مسيطر على السكر ما شاء الله عليه، إن شاء الله يحافظ على هالمستوى، ولكن التورم يعني التورم في القدمين إذا كان المريض في دواء واحد يستخدم في الداء السكري اسمه بايوغليتازون هو يؤدي أحيانا لتورمات في القدمين. أيوة. في حالة الأخ عبد الكريم لو هو مع مشكلة في القلب فأنا ما أنصح بالبايوغليتازون، لا يأخذه. ماذا تنصح إذن؟ البايوغليتازون لأنه يؤدي هو بحد ذاته لقصور قلب، ولو واحد مع قصور قلب يخليه أسوأ فما يفضل. طبعا أنا ما أدري هو ذكر لي جليكلازايد وهل يأخذ أدوية أخرى ما أدري. متفورمين. نعم. ما في مشكلة.
التورمات قد يكون لها علاقة في القلب، يعني تورم في الطرفين السفليين له أسباب كثيرة، قد تكون لها أسباب قلبية أو قد يكون أسباب في الكبد أو أسباب في الكليتين أو نقص الألبومين، الألبومين أحد البروتينات اللي في الجسم، هذه الأشياء. يعني لو مع درجة من قصور القلب فيعطونا مدرات بولية، يعني أدوية تأخذ عن طريق الفم تقوم بإفراز السائل الإضافي في الجسم حتى تخف التورمات. أدوية السكري الأخرى المشهور الذي يعمل تورمات هو بيرغليتازون، أما الأدوية الأخرى ما هي مشهورة أنها تؤدي لهذه الأشياء. تمام، هو ذكر اسم دواء، لا أدري إذا كان هذا. نعم، هو أعتقد هو المدر البولي الذي أخذه طبعا للتورمات. نعم. طبعا مريض السكر أيضا لابد عليه العناية والاهتمام بالقدمين بالدرجة الأولى أيضا. نعم، لأنه ببساطة أنه في شغلة، في حاجة اسمها القدم السكرية، يعني إصابة القدمين في قرحات. نعم. والقرحات اللي في الجلد أو قد تصل أحيانا القرحة إلى العظم وتؤدي إلى التهاب في الأنسجة أو ربما التهاب نقي وعظم. نعم. والقرحات لها أنواع، يعني في القدم السكري إما تكون قرحة سببها اعتلال بالأعصاب أو قد قرحة سببها مثلا مشكلة في الأوعية الدموية. نعم. وقد تكون القرحة فيها التهاب، يعني infection في الحالتين طبعا. ونؤمن تماما أن الوقاية أفضل من العلاج، لأنه لو شخص صار مع قرحة في القدم فنسبة كبيرة من هؤلاء المرضى بعد 5 سنوات يحتاج إلى عملية بتر حتى في الإصبع مثلا، أو نعم. بتر جزء من القدم أو بتر القدم. فالوقاية البريفنشن هو أفضل من العلاج. وفي بما أنه في لندن السيد عبد الكريم، في أيضا عناية للقدمين أصلا، كلينك يعني عيادات مختصة بالكشف. نعم، هو البودياتريست. وهذا يعني نعم. هو المريض لما يروح للجي بي أو الطبيب العام يعني أقله أنه يفحص القدمين لو مرة في السنة، ولما يروح يعني ممكن يشوفه أخصائي القدم السكرية أيضا. نعم. في حالات معينة، يعني مثلا إذا كان مع مثلا اعتلال في الأعصاب. نعم. يجب أن يرى من أخصائي القدم السكري. إذا كان هو عنده مشاكل في التروية أو التوعية يجب أن يحول إلى الطبيب الاستشاري الغدد الصم والداء السكري ويشوفه مع طبيب الجراحة الوعائية حتى يعملون تقييم، لأنه أحيانا ممكن يحتاج إلى تداخل الجراحي في هذا الموضوع. تمام. إذا كان عنده مشاكل في الجلد، أحيانا يكون في سماكة في جلد القدمين يسمونها كالوس فورميشن. لو في تسمك فيفضل يشوف أخصائي القدم السكرية البودياتريس حتى. نعم. يقوم بعملية يعني إزالة تريميك. إزالة. نعم. ليش؟ أنه هذه الأشياء لما تكون سميكة، وقد يكون الإنسان يقوم انه يعني يخطو او يدوس على شيء يعني حاد ويسبب له قرحه وما هو منتبه، ما يشعر فيها لانه هو اصلا. صحيح. يعني يكون الاحساس بهالمناطق ضعيف. طيب الحمد لله وجدنا حد من يترجم، الاخ محمد مهدي الذي كتب لنا بالفرنسيه، مشكورا كريم عبد الكريم. محمد مهدي يقول: هل السكري من نوع 2 يضعف الانسان؟ هالسؤال. يعني في أشياء كثيرة، السكري من نوع الثاني له مشاكل كثيرة. أول النوع الأول والثاني يؤدي إلى نقص توقع العمر، يعني اللايف إكسبكتنسي. لنفترض أن اللايف إكسبكتنسي للشخص 70 أو 80 سنة. تمام. تنقص بمقدار 10 إلى 20 سنة. إضعاف الإنسان. النوع السكري النوع الثاني قد يؤدي لجلطات قلبية دماغية، قد يؤدي لإلزايمر لو نزلنا، قد يؤدي مشاكل في الغدة الدرقية، قد لو نزلنا إلى القلب قد يؤدي لجلطات قلبية، قد يؤدي لقصور في القلب. نعم. قد يؤدي لتشحم في الكبد، قد يؤدي لإصابات في الكليتين، قد يؤثر على حتى العملية الجنسية عند الرجل. طيب. يعني هذا مهم جدا، نقص هرمون التستوستيرون. نعم. وقد يؤدي لإصابة وعائية في الأوعية الصغيرة والكبيرة كلها في الجسم، وقد يؤدي إلى إصابة في الأعصاب المحيطية، ويرفع أيضا نسبة إصابة السرطان في الجسم. يا ساتر. طيب ناخذ ابراهيم من بريطانيا. ابراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه إبراهيم. الله. والله اذا سمحتي، يعني عمري 60 سنه، مقيم هون ببريطانيا يعني ببرمنغهام، ومصاب بالسكري. وزني دكتور، وزني 130 وطولي الطول 191، يعني في زياده وزن معي. اخذ ميتفوربين 850 دواء، وباخذ زيكلز 30 ملغرام.
وبقيس السكري بطلع احيانا يعني معي 5.5، احيانا 6.5، احيانا 7.5. لما اكل حلو بصير 12 13. طيب اخي كم عمرك انت لو سمحت؟ 67 سنه. كم 67 عام 67. العمر 67، بارك الله بعمرك. طيب. اخي انت يعني هل قمت بقياس سكر الدم التراكمي اللي هو ينقاس مره كل 6 شهور؟ كم طلع معك؟ والله قسته بالشام، يعني طبعا من سوريا نازح لهون، قسته بالشام من سنه تقريبا، كان طبيعي يعني مليح يعني. كم طلع في دمشق لما قسته؟ والله طلع 130 اظن. لا مو انه السكر العادي، انا اتكلم عن السكر التراكمي اللي هو يسمونه خضاب السكري، يقاس مره كل 6 اشهر او مره كل سنه. هون ببرمنغهام قاسوا لي مره بس اخبروني انه جيد يعني، بس يعني غير ما قالوا ليش قديش هو يعني. كم سنه صار كم سنه صار لك عايش مع الداء السكري يا اخي الكريم؟ صار لي بحدود 10 سنوات. نعم، وقلت لي سكر الدم قبل الإفطار كم يطلع عندك؟ أقل من 130؟ لما أكون صايم يعني أحيانا بصوم، يعني بصوم 3 أيام البيضة، وبكون معي على المقياس هذا اللي أعطوني إياه 5.5 بكون. عظيم جدا. 5.5 بكون. طيب وسكر الدم بعد الأكل كم يطلع عندك أخي؟ بعد الأكل بصير 6.5 7.5، بس طبعا مع الميتفورمين وهذا العيار 30 يعني، باخذ حبه من هذا وحبه من هذا. نعم، واضح ان سكر الدم عندك ليس سيء يعني الى حد ما منضبط. انا انصحك بالاستمرار على نفس العلاج اخي، لانه يعني يبدو انه الادويه اللي عم تاخذها عم بتادي دورها بشكل جيد، وسكر الدم اذا كان 5.5 قبل الاكل فهذا ممتاز، احنا الهدف يكون اقل من 7. وسكر الدم بعد الاكل او ساعتين بعد الاكل يفضل انه في حالتك انه يكون يعني اقل من 8 إلى 10، يعني أي شيء أقل من 10 أخي الكريم أدعو الله لك الشفاء والصحة والعافية. الله يبارك فيك. يعني زيادة الوزن دكتور يعني مؤثر بالسكر؟ بيأثر طبعا. طبعا أخي أكيد يعني في قضية معينة. نعم. أنت طبعا أنا حسبت البودي ماس إندكس، يعني معدل الوزن للطول عندك طلع حوالي 36، ويعني 36 حسب نايس جايدلاينز. نايس هي منظمة في بريطانيا مسؤولة عن العلاجات. تقول نايس إنه إذا كان واحد معاه مريض سكري والبودي ماس إندكس أكثر من 35 فلازم نعمل له عملية جراحية يسمونها المفاغرة أو الباراتيك سيرجري، أو لأنه لو عملنا هاي العملية على الأغلب أنت يستقر عندك الداء السكري ويصبح في عملية هجوع، يعني يختفي الداء السكري. لكن مشكلة العملية هذه تكلف حوالي 10,000 جنيه استرليني، وما نشوفه في الكتب لا يطبق في الواقع، لأنه الموضوع كله يتعلق بمقدار المال، يعني هل يصرفه ولا ما يصرفه. هو هذا الكلام لأنه لاحظوا أنه المرضى اللي معهم زيادة في الوزن وداء سكري لو عملنا لهم هاي العملية 50% منهم يختفي الداء السكري، 50% تماما. طبعا لا يشفى، وإنما يصير في حالة هجوع يعني ريميشن، وهذا شيء جيد يعني إنه ما تحتاج لأي علاج، توقف كل الأدوية تماماً بالعملية الجراحية. إذا قدرت تخفض الوزن بنفسك فهذا شيء عظيم جداً، لكن تخفيض الوزن باتباع الحمية والرياضة وكذا وإلى آخره يكاد أحياناً يكون شبه مستحيل، لأنه إحنا بحياتنا تعودنا على عادات غذائية مرتبطة بطفولتنا أصبح الآن من الصعب تغييرها. طيب احنا نتمنى الشفاء للجميع. دكتور بس سؤال على السريع، السكر ايضا يضعف من جسم الانسان، في يعني فئات تضعف وبالمقابل هناك سمنه، ضعف هذا ناتج عن فقدان ما في جسم الانسان اثناء السبب هو السكر. لما نضبط سكر الدم يرجع الامر طبيعي، لكن اذا كان سكر الدم مرتفع فالانسان يشعر بالتعب والارهاق. طيب بما اننا وصلنا ل يعني الثواني، بس لو تعطونا ثواني اهم الادويه المتعارف عليها والمفيده فعلا
لداء السكري لو الآن أتكلم عن الداء السكري النوع الأول. إحنا قلنا الإنسولين، في إنسولين قصير المدى وإنسولين طويل المدى. قصير المدى قبل كل وجبة وطويل المدى مرة أو مرتين في اليوم. الآن عم يتكلموا عن دواء اسمه سوتاغليفلوزين. سوتاغليفلوزين قد يستهوى وحبوب يتم يمكن استخدامه في الداء السكري النوع الأول، لكن هو غير مرخص في بريطانيا. النوع الثاني، الخط الأول في العلاج هو الميتفورمين. طبعا الخط الأول هو الحمية والتمارين الرياضية وتخفيف الوزن ومراجعة يعني أخصائي التغذية. الميتفورمين هو الخط الأول. إذا الميتفورمين سبب مشاكل ممكن نغير للميتفورمين بطيء الامتصاص، لو ما زبط معنا ممكن نتحول على الأنواع الأخرى مثل DDP4، يعني مثلا سيتاغليبتين، ليناغليبتين، ساكساغليبتين، ألوغليبتين، فيلداغليبتين. ممكن نستخدم أيضا الجليكلازايد، ممكن نستخدم ريباغلينايد، أو ممكن نستخدم ناتيغلينايد، وفي البيوغليتازون أيضا. ومن الأدوية الواعدة جدا هي GLP-1 الواعدة. طبعا هذه الأدوية تستخدم في بريطانيا، موجودة في بريطانيا من زمان، ليست جديدة. لماذا واعدة؟ من هم الفئات اللي الواعدة؟ هو السيماغلوتايد. السيماغلوتايد الآن هو يستخدم يعني مرة في الأسبوع، وثبت أنه له تأثيرات جميلة ويعني وقاية من الحواس القلبية وإلى آخره. لكن الآن وجدوا أن هناك، هو طبعا يعطى بالحق مرة في الأسبوع، وجدوا أن هناك مركب يؤخذ بالفم عن طريق الفم. تمام. يعني تجنب الحقن. نعم. في السيماغلوتايد. هذا خبر جيد. نعم. يعني من مشتقات الجي ال بي 1 هناك من يؤخذ مرتين في اليوم مثل بايتا او الاكزينتايد، يعني حقنه مرتين في اليوم، وهناك ما يؤخذ حقنه مره في اليوم مثل ليكسيسينتايد. نعم. وهناك يؤخذ حقنه في اليوم مثل فيكتوزا او ليرا جلوتايد، وهناك ما يؤخذ حقنه مره في الاسبوع مثل اكزينتايد سلو ريليس مرة. نعم. في الأسبوع. تمام. وهناك دولاغلوتايد يؤخذ مرة في الأسبوع، وسيماغلوتايد يؤخذ مرة في الأسبوع. طيب دكتور، للأسف وصلنا لنهاية البرنامج. يعني نتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكل مشاهدين ومتابعينا في حلقة اليوم. دكتور مهند علي، استشاري غدة الصماء والسكري، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة والمهمة بما يخص داء السكري. كانت حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، العلاجات والتجارب العلمية الحديثة وأهمها في داء السكري. أشكر كل من تابعنا لحلقة هذا اليوم أو راسلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم الجاي إن شاء الله بموضوع جديد طبي انتظرونا. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك.